يا حلا حلا، خليكي معنا حلا وتابعينا، بنشكر اتصالك. خلينا نكمل على الشعر بعدين نكمل على نرجع الشعر على بعدين سؤال الصبية حلا. حلا. فزي ما قلت أنا في أمريكا وبأوروبا إنه في طريقة علمية لتركيب الشعر. اليوم اللي هي أفضل طريقة لتركيب الشعر في اللي زي ما حكينا بالبداية هي الحياكي، اللي بنحياك من 12 ل 14 ل 16 أو 18. بنحياك الشعر إحياكي بعيد عن فروة الشعر، في الإصبع بدخل بين مشان الشامبو مشان الحمام اللي بتحمم شعرها، وبضله مركب طبيعي 100%. اليوم الستات عم بيركبوا كمان الكليبس، الكليبس عن سهرة عن طلعة عم بتركب شعرها طبقة طبقتين بل الطبقات فوليوم للشعر بيعطي فوليوم، وبعطي تسريحة كتير كتير حلو. الطريقة الثانية اللي هي الزرد بنكبسه احنا كبس وبتركب في تركيب الشعر، ولكن في طريقة ثانية هي مضرة للشعر اللي هي الشمع التلزيق، فكه صعب وتركيبه صعب. فهمتي علي كيف؟ فأنا بنصح كل سيدة تبعد عن تركيب الشمع، لأنه بلاش تحط بوصلات، لأنه لما حطينا الشمع سكرنا احنا الأكسجين تاع الشعرة أو التنفس تاع الشعرة، بطل يدخل في ساء الشعرة أو حلمات الشعر أو بصيلات الشعر، فبطل يعني العازل بيعمل عازل، الجيلاتين نقول بيعمل عازل على الشعر. ففي اليوم في تركيب شعر كمان بالليزر اللي هو شعرة بشعرة كتير حلو، فبنقدر احنا نلحم الشعرة في الشعرة في اوروبا، وعندنا موجود عندنا في مركز خليلي سيد التجميل، فالشعرة بتلتحم في الطريقة هاي. فهمتي علي كيف؟ في بداية الشعرة وكتير حلو، ولكن بعطيكي نتيجة مش مثل لحياكي، شعر كثيف أكثر من الكثافة الموجودة بالنسبة لتركيب الشعر بالليزر. والشعر الثاني اللي نقول على الكليبس، بتعرفي لكل كل وصلة شعر إلها كليبستين، الطبقة الثانية إلها ثلاث كليبسات، هذيك إلها أربع كليبسات أو ثلاثة، وبتقدر تحممهم وتسشفرهم وتركبهم في طريقة كتير حلوة منيحة. أما نقول برضو كمان للزرد أو الكبس اللي نكبس فيه الشعر، فكتير من الحمام عم بسقط. فهمتي علي كيف؟ لأنه في معدن صغير حديد هيك احنا بنكبسها مثل حلقة صغيرة بنكبسها، فبتلاقي من الحمام فلتة شعر. الأفضل أنه يكون داعم، الأفضل اللي هو أنا من رأيي يعني بصدق يعني بخبرتي بتركيب الشعر اللي هو الكليبس كتير كتير ممتاز، لأنه بريح الشعر بريح وبتقمي أنت وبتحطي. أما للي عندهم فراغات في الشعر، في الشعر عندهم فراغات كتير، يعني كيف فراغات؟ هلا تابعوني اعزائي المشاهدين، يعني عندنا بالراس من وراء بخلفيه الراس نقول هذا عندنا فراغ كتير، فبنقدر احنا نحيكه بحياكه دقيقه جدا 100% لكي اذا رفعت هيك، فهمتي علي كيف، ما تبين هالصلع هالموجوده او خفت هالشعر الموجوده لإلها. فبتلاقي الطبقه الاولى سكرت على الطبقه هاي، والطبقه الثالثه سكرت على الطبقه الهاي، لو عملت هيك بشعرها بضل الوصله الاولانيه اللي مركبه انه في شعر. ففي بعض حالات الشعر، في بعض حالات الشعر بنركبها بطريقه كثير حلوه. في امراض الجانب هذا كثير كثير اللي عندهم وسواس القهار نحكي عنه كمان مره، اللي بتمسك شعرها وبتضلها تنتف، بتمسك شعرها بتضلها تنتف الشعر هذا، بنقدر نحط لها وصله بكلبسة أو بحياكة في طريقة صحيحة بدل ما تضلها تنتف شعرها، تنتف الشعر الطبيعي. وللأسف الشديد كمان هي بتقيم الشعر وبترجع لشعرها الطبيعي تضلها تنتف. نجاوب على سؤال حلا، هلا هي بدها الحواجب خفاف تزرعهم ولا قصدها؟ بالنسبة اليوم احنا في مشاكل التتواج ومشاكل التاتو ومشاكل البيرمان دبر بلاكين، نقول عن الحواجب بنقدر احنا اذا عندك حواجبك خفاف نقدر تيجي على مركزنا نساعد لك حواجبك، واذا احتاجت لك نقدر نعمل لك شعره بشعره تتواج، وببين التتواج كثير حلو، ببينوا حواجبك طبيعيين 100%. واذا في عندك يعني لاحق الشعر ما في حواجب نهائيا، بنقدر نرسمهم تتواج او تاتو، برجع الشكل عندك طبيعي جدا جدا. العمر له دور بشعر الحواجب، فهمتي علي كيف؟ العمر له دور قوي جدا. في ستات بسن الأربعين بيفقدوا الحاجب من طريقة أدوية ومن طريقة كورتيزون ومن طريقة أمراض تانية، فهمتي علي؟ ولكن في صبايا من الخيط أو من الشوغر أو من الواكسينج عم بتعبوا بنطفوا بالشمع من هون، بتلاقيها أخذت حاجبها وتعبت حاجبها، فإحنا بنقدر نوصل لها نعمل لها تتواج ونعمل لها تتوى تتو يعني، وبير من دبر بلاكي، ونزرع لها شعر من زراعة، نعمل لها رسمة هيك تك زي ما حكينا بشعرة شعرة لكي تصبح
قدام المجتمع بصورة كتير حلوة وتريح نفسيتها تكون بصورة أفضل من ذلك. أكيد. معنا إيمان. ألو، صباح الخير إيمان. صباح الخير، كيفك؟ يسعد صباحكم. الله يصبحك بالخير. لو سمحتي أنا ممكن أحكي مع الدكتور مع أكيد مستر خليل. تفضلي. صباح الخير مستر خليل. صباح الخير. أهلين أهلين، أهلا وسهلا. إحنا ناطرناك يوم الأحد بس ما كان برنامجك. والله يوم الأحد كان عندي شوية ظرف هيك، فهيني متابع معاكم إن شاء الله. لا طلعنا الأحد. الأحد طلعنا. الأحد كنت على الهواء. كنت لايف معاكم. اه مسيو خليل برنامج انتو بيكون حاطينه على 10 بس ما بيظهر على 10. يمكن عشان طلعنا 11. طلعنا 11 والله اخت ايمان. مسيو خليل بحب اني اسالك، انا زوجي في ثعلبه في وجهه فانتقلت من يعني حسها انها انثى لانها عبت وجهه، شو علاج الثعلبه مسيو خليل؟ هلا بنحكي، احنا حكينا بالبدايه بس بدنا نرجع لك. شكرا لك ايمان. بشكرك يا ايمان، بشكرك. بالنسبة للمواعيد البرنامج صرنا 11 ل 12. عنا ال 11 ل 12 أكيد. وصباحك غير في أردن الخير على 10. تفضل. أوكي. عنا بالنسبة للثعلبة نقول إذا بتلعط هون في الدقن، فهمتي علي كيف؟ هي بتلحق الشعر. الثعلبة قوية جدا، الثعلبة اللي بتطلع في الدقن مش مشكلة. نقدر نسيطر عليها، ونقدر في أطباء بعطوهم أدوية وبعطوهم علاجات، وفي في الخبراء التجميل نفس الشيء. ولكن أنا بنصح اللي عنده الثعلبة لا يستعمل صوفه ويجي يدعكها هيك، لا يجيب شغلة معينة عم تحرق شغلات أكثر. فالثعلبة إلها علاج عند الأطباء وعند خبراء التجميل اللي بالدقن، لكي ما تلحي الشعر، لكي ما تنزل ظلها ماشي ونمسح الشعر اللي بهالوجه، فهمتي علي كيف؟ أما الثعلبة اللي بالرأس زي ما حكينا أنا وأحلام هلأ، وحكينا للأخوة الخوات المشاهدين إنه ان الثعلبه اذا طلعت عند الدان هون مشكلتها مشكله، هاي بتلحي اكثر، بتصير تكبر شوي شوي شوي، عم تطلع بتفرغ هون وهون وهون وهون. فاحنا بنقول للي عندهم ثعلبه في البداية الثعلبه راجعوا خبراء التجميل لكي او الاطباء الاختصاصيين في الامور هاي، لكي احنا نخلص من هالثعلبه اللي موجوده بهال. يعني شو اسرع طريقه للثعلبه يطلع فيها الشعر؟ اسرع طريقه توم في ناس بيقولوا الخل تمسح. في طرق التوم كويس مفيد زي ما حكينا احنا، انه الثوم كتير كتير مفيد لجدا، والسبيرت والكحوليات كتير كتير مفيدة جدا، بتحرق هالبكتيريا هالموجودة اللي هي عملت هالمشكلة هاي بالوجه او بالشعر. اما ست احلام احنا في عنا ثعلبة كبيرة بتكون هالقد هيك ما بنقدر نعالجها، في ثعلبة بكون لاحق الشعر، وان شاء الله راح اورجيكم صور احنا اشتغلناها بالثعلبة وشفنا كيف النتيجة من قبل وبعد بالثعلبة. وفي برنامج عملته أنا والإعلامي الكبير الأستاذ محمد الوكيل سابقا بنوجه له تحية، عن أمور الثعلبة وعن أمور مشاكل الثعلبة وعن مشاكل البهاق، وإن شاء الله إحنا وأحلام كمان بنقدر نسيطر على هالوضع لكم، وبنعطيكم هالأسئلة الأجوبة عفوا، بنعطيكم هالأجوبة هالصريحة للثعلبة. زيت الخروع بفيد؟ زيت الخروع كتير إنه يعني زيت الخروع تقيل. عفوا، زيت الخروع له أساسيات، يعني له أساس نركبه فيه نشتغل فيه. كتير ست بتشرب زيت الخروع لشغلات تانية. زيت الخروع هي شجرة كتير منيحة، فهمتي علي كيف؟ أما للأظافر للكلس منيح، للرموش منيحة، فهمتي علي كيف؟ للحواجب منيح. مهون نرجع للإخوة المشاهدين، الشعر هيدا يا صبايا شعر الرأس يختلف عن شعر الحاجب، شعر الحاجب يختلف عن شعر الرمش، شعر الرمش يختلف عن شعر الدقن، كل شعرة إلها طرق معينة، فهمتي علي كيف؟ إحنا موضوع الثعلبة، موضوع الثعلبة إذا لحت وبدت تلحي في هالشعر فمصيبة كتير كتير، فبنرجع نقول تراجعنا وتراجع الأطباء لكي إحنا نعطيها ريلاكس لها. نعم. حنين صباح الخير. صباح الخير. كيفك؟ تفضلي. حابة أصبح على مستر خليل. تفضلي. سعد صباحك. مرحبا مستر خليل. احتراماتي حنين، أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. حابة أصبح عليك وحابة أبارك لك بعرس ابنك لؤي. الله يخليكي، شكرا لك. يعني ما شاء الله زي ما بيحكوها ذاك الشبل من ذاك الأسد. الله يخليكي يا رب، شكرا. ما شاء الله عنك وعن لؤي. وفي سؤال هيك بدي أسألك إياه. تفضلي. أنا عندي شعري كتير خفيف. نعم. أول إشي شعر مش ناعم، فأكثر من مرة عملت له تمليس وصار كتير خفيف.
شعرك يعني خشن شوي، نقول في كرت شوي، وعملتي تمليس ما فادك التمليس. طيب هلا بنجاوبك ست اختي الكريمه، هلا بجاوبك. بالنسبه للشعر احنا قلنا عن التمليس وعن الكراتين وعن البوتاكس وعن مشتقات التمليس. اليوم في مستحضر كثير حلو واحنا اخذنا وكالته، ما بدنا نروجه يعني ونشتغل فيه، احنا بنشتغل فيه وكثير كثير انا شايف انه بعطي نتيجه كثير للشعر، اللي هو البوتوكس. البوتوكس مش البوتوكس للشفايف ولا المشاكل الاخرى، هو اسمه كاسم تجاري اسمه البوتوكس. البوتوكس هذا بيعمل للشعرة، بغذي فروة الشعر من الداخل وحلمة الشعر وساء الشعرة وحراشيف الشعرة، وبتخلي هالمادة اللي شربتها حراشيف الشعرة أو بصيلة الشعر أو حلمة الشعر عم بنتج لها إنتاج قوي جدا. وأنا بنصح كل سيدة عندها شعر تعمل بوتوكس. البوتوكس هذا كتير كتير ممتاز، هو مشتقات التمليس ولكن مشتقات علمية واضحة، وفي مادة الحرير وفي الكرولت هذا الكتير اللي بعطي مفعول للشعرة، والشعرة بتقعد لست شهور طبيعية كتير كتير ناعمة وما إله ريحة وما إله ريحته. فكرة حلوة كتير، الست بتستقبل كل هالريحة اللي إله. والبوتوكس أنا خلينا نوجه كمان لأخي وصديقي محمد جراح، وإن شاء الله بنطر اتصاله، أنا من أمريكا معنا على موضوع، والأخ سامي بوشة بدي أنطرهم على اتصالاتنا لكي هم الوكلاء للبوتوكس اللي أخذنا إحنا منهم هالشغل هيدا. وكتير كتير البوتوكس بغني عن الكراتين وبغني عن مشتقات التمليس الأخرى الموجودة في الأسواق. في مسيو خليل الحالة جتنا عن طريق البرنامج، بدي احكي لي عنها لاني انا شفتها طيب يعني انا بدي حرام. بدي اشكرك اخت احلام، امبارح دخلت اخت من ليبيا الشقيقة علينا، وكنت انا متفاجئ من هالشغل اللي اشتغلوا لها، من هالليزر اللي حكينا عليه، من الليزر والله الا اذا سمعتني هلا بدي اوجه لها تحية. وامبارح والله والله صدقا صبايا انه الدموع بعينها من الفرح لما انا اشتغلت لها الشغل هذا. ليس بعمل لي دعايه، دعايتي مفهومه في الوطن العربي كافه كخليل السيد، ولكن اللي شفته عندها الحرق الموجود عندها من الليزر مستحيل جدا، انه يعني حرام حرام، الله يشفيها يا رب. يعني امبارح لما انا شفتها وعملت لها شفايفها ورتبت لها اياهم لها الوضع هذا، والله امها زغرتت عندي بالمحل، فكروني تزوجت جيراني من هالزغريت اللي عندها. فطلعت البنت صارت تبكي من الفرح، بتمنى لها الشفاء وهي بتسمعني، وبياريت تحكي معي على الهواء مباشرة لكي أشوفها. مش هاي البنت، كتير أجونا من صبايا كتير من حواجب خضر عاملين تتواج أخضر جرين، كله جرين جرين جرين، عاملين شفايفهم بني غامق 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 غامق، عاملة الصبية شامي هالقد كبيرة، ما بتناسب مع لون البشرة، ما بتناسب يعني. فضل. للأسف للأسف يعني.